أعلن المستشار أحمد بن داري مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني على التوالي للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في 103 من اللجان على مستوى العالم، بينما أغلقت لجنة واحدة أغلقت من حيث التصويت فيها وهي نيوزيلندا. وخلال مؤتمر صحفي لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، أجرى بن داري اتصالا عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من السفراء والقنصليات المصرية في الخارج، حيث أوضح بن داري لعدد من السفراء أن عليهم تسهيل كل العقبات أمام الجالية المصرية في الخارج. احنا مستمرين مع حضراتكم لإطلاعكم بما يستجد، ومستمرين لمواجهة أي مشكلة فنية قد تواجه اي مصري متواجد خارج جمهوريه مصر العربيه لمساعدته في ان هو يدلي بصوته مباشره حقوقه السياسيه. ومن دلوقتي برضو بنحاول نتكلم ان احنا نحس المواطنين على المشاركه للواجب الوطني، وبشكر حضراتكم للمتابعه، واحنا متواصلين حتى غلق اليوم الثاني ان شاء الله.